إذا حابب تشتري كوينز بأرخص الأسعار عندك موقع يو7 باي من أضمن وأرخص المواقع لبيع الكوينز وسريع بالتسليم، ولا تنسوا تستخدموا كود الخصم الموجود بالدسكريبشن لخصم 5%. السلام عليكم، اليوم يا جماعة الخير رح نبني تشكيلة سلطان زلاتان إبراهيموفيتش في الألتيميت تيم. على كل خسارة بنخسر لازم إنه نعمل كويك سيل، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، أيضا الدوامة هي اللي رح تحدد لنا مين حنعمل كويك سيل لأنه التشكيلة فيها لاعبين جدا هوايا. خلونا نبدأ. يعني حيختار البيست 11 اللي افضل 11 لاعب بالنسبه له. الله يستر، مين حط حارس بالله هذا كمان؟ ايوه هيك جولد بوفون ذا وول. استغفر الله العظيم، انا ما بعرف ليش هذا ملحقني بكل تحدي يا اخي. انا بحبه بوفون وكل شيء، حيجلطني بالتحدي، حيفوت يخسرني. انا بعرف ما بيصد ولا شيء. طيب بالبدايه افضل حارس بالتاريخ، حتى انا بالنسبه لي يعتبر الافضل صراحه، ولكن المصيبه يا اخي فيفا ما عم ينزلوا له بطاقه. ارجوكم جان لويجي بوفون. رح نرجع نجيب النسخه اللي جبناها سابقا بتحدي. شو اللي متذكر اكتب لي ها. العب ما موجود الا نسختين. الكمل جنوي. اوه ماي جاد، موجود عندي بالنادي، ليش اشتريته مره ثانيه؟ استغفر الله العظيم. الكمل بوفون، اول لاعب ينضم للخطه. يا رب انه ما يجلطني، يا رب انه ما يجلطني مثل ما صار سابقا، يا رب انه ما يصير هذا الشيء. اللاعب اللي بعده يا جماعه الخير. طيب هاي بالحارس طبعا بوفون، يعني انا جدا بحب بوفون صراحه. ف ليليان تورام ذا انيمال، مسميه الحيوان. والله الريسبكت صور. طبعا تورام مو موجود باللعبه، موجود ابنه. يا اما حنجيب ابن تورام، يا اما حنجيب اكثر ظهير يمين لعب مع ابراهيموفيتش، فهي واحده من الاثنين. طيب يا جماعه الخير، هي صوره طبعا لاكثر اللاعبين اللي لعب معهم ابراهيموفيتش بمسيرته، وبالنسبه لمركز الظهير يمين فاكثر ظهير يمين لعب مباريات مع السلطان هو خفير زانيتي، فراح نجيبه للتشكيله. طبعا له اكثر من نسخه، حنجيب النسخه الاول ظهير صح؟ ايوه الحمد لله، ماله سيدي ام، الحمد لله ماله سيدي ام. فا هيا بينا خلونا نشتريه على السريع. الخفير، يا الخفير، راح نشتريه ونضم للخطه. ويلكم خفير زانيتي، اكثر ظهير لعب مباريات مع ابراهيموفيتش في مسيره ابراهيموفيتش، ينضم للتشكيله. طيب خلينا نشوف بقى اول قلب دفاع. تياغو سيلفا كومبليت، اي لك وصفه بالكومبليت، المتكامل يا جماعه الخير. تياغو سيلفا شو موجود له بطاقات باللعبه غير البطاقه العاديه؟ ارجوك يا اخي، ميليتاو موجود له، ماركينيوس موجود له، لا تياغو سيلفا ماله البطاقه العاديه، حرام. او انفورم، في انفورم، يلا انفورم منيح، تعال موجود له. هي البطاقه الخاصه الوحيده الموجوده لتياغو سيلفا بكل السوق، فبالتالي مضطرين انه نجيبه، ولكن السرعه يا اخي السرعه سيئه عنده. ولكن نقول ويلكم تياغو سيلفا، واحد من افضل المدافعين، ينضم ايضا للخطه. طيب بالنسبه لقلب الدفاع الثاني، مين اختار السلطان معه؟ مين اختار؟ والله ما عندي فكره. فابيو كنافارو ذا بيتبول. والله تشكيلة نار للآن، الحمد لله. كنافارو ممتاز، إنه آيكون يعني بيشبك لك الفريق مع بعضه. والله منيح كنافارو على قلبي، أول لعبه بيشبك مع بوفون أخضر، هذا ممتاز. ويلكم فابيو كنافارو يا جماعة الخير، قسما بالله بطاقة حلوة الحمد لله، لأنه تياغو سيلفا حيجيب العيد وبوفون حيجيب العيد، فلازم لازم لاعب قوي بجنبهم على الأقل. هيك خلصنا من كل مراكز الدفاع ما عدا الظهير اليسار اللي حنشوفه الآن. أنا بتوقع مين اختار، لأنه كل نادي لعب معه. طبيعي 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 انه حيختار ماكسويل. ماكسويل لعب معه ببرشلونه، لعب معه بباريس سان جيرمان، لعب معه باياكس، وين لعب معه كمان؟ لعب معه يمكن بانتر ميلان، حرفيا ما في نادي ما لعب معه. ارجوك انه ماكسويل لسه موجود باللعبه، ارجوك. لا ماكسويل مو موجود باللعبه، العب مين بدنا نجيب عاد اذا ماكسويل مو موجود باللعبه حنجيب؟ هو حرفيا مو اكثر ظهير لعب معه مباريات، هو اكثر لاعب لعب مباريات مع السلطان زلاتان حرفيا، فرح نجيب ثاني اكثر لاعب لعب معه مباريات بمركز الظهير اليسار. هي صوره بتوضح اكثر لعيبه اللي لعبوا معه، وثاني اكثر ظهير لعب مباريات مع ابراهيموفيتش هو جان لوكا زامبروتا اللي هو ظهير برشلونه سابقا. شوفوا لعب معه 107 مباريات على الاقل، زامبروتا عنده بطاقه ظهير. في ايكون مومنت يا جماعه الخير زامبروتا، ولكن انه ظهير يمين فعادي مو مشكله، يعني ظهير يمين يلعب ظهير يسار، هو اصلا خمسه ويكفوت فما عنده مشكله انه يلعب ظهير يسار حرفيا. ويلكم والله زامبروتا الشوط عنده 81 وهو ظهير، اللعب يا الطاقات، والله طاقاته اسوء من هيك زامبروتا، ماني عارفه انه منيح لهالدرجه. رابع لاعب ينضم للخطه، ولاحظوا يا جماعه الخير ثلاث لعيبه ايطاليين، هو مسيرته اغلبها قضاها بالدوري الايطالي، فطبيعي انا بظن هذا الشيء نوعا ما. الان نحن عندنا مراكز الوسط عم يلعب 4-4-2 نفس الخطه اللي انا حاططها، نشوف مين اختار. انيستا جناح، انيستا ماجيك يا اخي، انيستا يا اخي. اوه ماي جاد، بطاقته سيئة بفيفا حرام. اوكي والله بطاقة انيستا سيئة يا جماعة، ياه ليك سرعته 56. ويلكم يا انيستا، والله الطاقات. اوه لا عندي اياه بالنادي، ليش اشتريته مرة ثانية؟
ويلكم يا انيستا. والله بطاقته سيئه للاسف. هذا انيستا واختاره. خلينا نشوف اللاعب اللي بعده مين. طالما اختار انيستا فالمفروض انه مختار يو. شكرا يا السلطان، قسما بالله هذا لاعب عليه الكلام. فييرا يا عمي فييرا، يا سلام. باتريك فييرا من اقوى خطوط الوسط بكل فيفا اصلا. والله منيح انه اختار لاعب هيك، لانه انيستا لحاله والله حيضيعني بالوسط، حيضيعني عادي. يا جماعه الخير بيستاهل. ويلكم باتريك فييرا، قسما بالله بطاقه نار وشرار، وبالملعب لسه اقوى من الطاقات بمليون مره. ويلكم يا فييرا. طيب هذا بالنسبه لفييرا. اوكي يا بيرفكت. قال لك تشافي بيرفكت. الحمد لله يا جماعه الخير انه تشافي له بطاقه ايكون بفيفا، وبالتالي رح نضطر نغير الخطه ونخليها 4-3-2 لانه ما في اجنحه للان. يعني هو مختار انيستا جناح العيد. تشافي طبعا له 4 نسخ، وكالعاده ما له محتاجه كثير نقول انه حنجيب البطاقه الافضل والاول. والله بطاقه تشافي المومنت تحسه مظلوم بالطاقات، ولكن اوكي يعني حنجيبه بكل الاحوال. يلا شادو مشان الدفاع. ويلكم بالمايسترو، مدربنا يا جماعه الافضل تشافي هرنانديز. الحمد لله انه بيشبك مع انيستا اخضر ما زال، وبالتالي امورنا ممتازه. باقي 3 لاعبين للان، والتشكيله فيها 5 ايكونز، خلينا نقول 6 ايكونز، 7-8 يلا مو مشكله. طيب هات نشوف. ليفت وينجر بافل نيدفيد بيكوز هيز ا ماشين. بافل نيدفيد يا جماعه الخير. اوكي عم يقول عنه ماشين، انت متخيل ماكينه يعني نيدفيد. والله ديم والله نيدفيد. نيدفيد ارجوك له بطاقه كام صح؟ يا رب انه المومنت كام. يا عمري الحمد لله ممتاز يا جماعه، هي بطاقه المومنت تبع نيدفيد كام. على فكره كل بطاقاته اجنحه الا هي الوحيده بطاقه كام. اللعب ماله غالي اصلا، والله سعره رخيص اصلا، صدمني ليه هيك رخيص لهالدرجه. طيب يا جماعه عادي يعني بكل الاحوال، رخيص ولا غالي حينضم للتشكيله. واهلا وسهلا بافل نيدفيد صاحب الكره الذهبيه بعام 2003. حياك. حلو، باقي مهاجمين الان. الان اجينا للهجوم. الان المساله حرفيا المساله الحاسمه يا جماعه الخير، الهجوم حرفيا. اذا بيختار ميسي حجيب نسخه الاخضر، لانه كل اللي اختاروا ميسي اختاروا جناح. اذا هذا اختار ميسي مهاجم حجيب الاخضر من الاخر. فرونت وير ليدو ليونيل ميسي. يا عيني عليك يا السلطان. الحمد لله اول واحد بيختار ميسي مهاجم، هذا اول واحد. ودائما بيقول عن ميسي الاعظم ومدري شو، فانا متوقع 100% انه حيكون حاطه بتشكيلته. ولا مره يا جماعه الخير جربنا اقوى بطاقه لميسي. 99 ريتنج، 5 نجوم مهارات، حرفيا بطاقه نار. دربلينج 99، باصات 99، شوط 98، بطاقه اسطوريه من الاخر. فهذا اول واحد بيحط ميسي مهاجم، وبالتالي حجيب ميسي نسخه المهاجم. للاسف انه ما بيشبك مع انيستا. بس نعم 5 مليون كوينز على ليو ميسي. اذا طار ميسي انا حطير وراه، صدقوني انا حطير وراه. لا 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 ربعت البطاقه، الله يقطعك. فرق 100,000. ابلع اللي جاي عم يزايد علي. ابلع 5 مليون يا هي 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 هي. ويلكم بالليو، ويلكم بالليو. ورب بطاقه نار يا جماعه، ورب بطاقه نار. اللي اشتريته منه لعبان في مباراه واحده مسجله 10 جوال. خير. طيب بقى اخر لاعب يا جماعه الخير، خلينا نشوف. ايه مختار حاله الوحش. والله مختار حاله، سحب الظاهره هيك معقول؟ طبيعي يختار حاله يعني طبيعي. طيب يلا بسم الله. ويلكم بالسلطان زلاتان. عندي اياه بالنادي طلع، لا حول ولا قوه الا بالله. ويلكم بالسلطان، نور ام الخطه. يمكن مختار احتياط، حنشوف يا جماعه، يمكن يكون مختار لعيبه احتياط كمان. هي تشكيله السلطان زلاتان لافضل 11 لاعب بيشوفهم من وجهه نظر السلطان زلاتان. ما بعرف كم تقييمك عزيزي المتابع للخطه هاي مقارنه بالخطط اللي قبل، هي اقل مستوى منهم، ولكن فيها لعيبه غاليين، واهم شيء انه فيها ميسي الاستي، وبالتالي راح اعطيها 8/10. طيب يا جماعه الخير، مثل ما انتم شايفين هي تشكيله الاحلام للسلطان زلاتان ابراهيموفيتش. صراحه تناغم مو افضل شيء، ولكن الحمد لله في شويه ايكونز. المباراه بنخسرها لازم نعمل كويكسل لواحد من هي التشكيله. والله يستر الله يستر لا يطير. 5 مليون لحاله، 5 مليون صراحه ماني مستعد اني اخسره. والتشكيله اصلا فيها مراكز سيئه، فاحتمال كبير اني اخسر مباريات. اوكي العب يا تشكيله عنده مودريتش. والله هي تشكيله حلوه، تشكيله مدريد. بس بسم الله. او ماي جاد انيستا، لا يقطع ام الشغله كنيستي. شو زيدان يا رجل. الله يخرب بيتك يا بوفون. لا اله الا الله، لا اله الا الله. الدفاع هذول حفله. سيلفا اوكي حنبلع الثالث والله شكلنا.
عمري يا زلمة. سلطان حرام عليك يا سلطان. يا عمري على الباص يا تشافيا يا ملك يا تشافيا. وين يا ليو؟ هلا يا ليو. يا عمري عليك يا ميسي. سلطان يخرب بيتك. يا عمري يا عمري. والسلطان حرام. شلون هي ضاعت شلون؟ يا رجل لعبان باص مشان اضمن بروح مضيعها. والله عيب عليك يا اخي. ازعجنا كورتو. انا بعرف انا عرفان من لما قبل ما ادخل على الجيم عرفان انه كورتو حيعمل لي مشاكل. يا بتحمس لك تحمس. سلطان يا عمري. والله يا سلطان التقليص. الله يا سلطان. حلوه اني استغدره اني استغدره. الله الله يا الريمونتادا. اي الريمونتادا يا ساده. وحوش ربي وربي وحوش. سلطان ريبونا ريبونا حرام عليك يا سلطان. زنتي زنتي اثق فيك. اوكي انا ما بعرف ليه بعد عن الكره بس اوكي. اوه شكرا يا بوفون صدى. سلطان سلطان ما خلط ما خلط بس اوكي. يا سلطان والله فيرنان توريس يروح عليه كيك اوف يسجل عيب. انيستا باللمسه انيستا باللمسه قايل لكم باللمسه يا جماعه. ايه بايده بيصد عادي هيك من برا المنطقه. نايس. يا عيني عليك يا بوفون يا عيني. والله متمرجل بوفون. باصات الطويلة على الخصم هذا ما بتمشي. اوه واو والله حلوة والله حلوة منك. ما صفر. يوه ربي تدخل. سلطان نجم المباراة ايزي. عنده نيمار وبنزيما ورودريجو. اذا بدل بدايه الجيم والله عنده ثلاثه اكيد حيبدلهم 100%. لا هو الوسط قوي الدفاع. يخرب بيته كامافينجا يا اخي كامافينجا. ريه قسما بالله كريه. اوه يليو يليو يليو. بدي لحق قبل ما يبدل اللاعبين تقدر سجل. نيستا غدارة نيستا غد. يا عيني على الباص يا ملك يا نيستا. ربي باص. يو يا ليو ها يا ليو. يو يا نيستا. السحر ما زال موجود يا جماعة. يو 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 الله يا الانيستا. اه لا صح ينسحب جيم كمان. اه وين خلينا الحين سجلنا جول. لك زلاتان ابراهيم. او ماي جاد شاله يا جماعه. شال المدافع قسم بالله شاطه يخرب بيته. طيب وبعدين يعني هو ناوي ينسحب ولا شيء ولا شلون؟ حرام عليك يا سلطان حرام عليك. يا حارق يا حارق يا متفجر. انسحب يا اخي انسحب خلاص. اخيرا جي جي. او ماي جاد اوكي ورب تشكيله. الله 195. لا يا اخي ما يسجل هيك. ايوه فييرا لتركا. كيك اوف. اه لعبه مستفز قسما بالله لعبه مستفز. هاي الكيك اوف بالله حيخلط. اوكي منيح ما خلوه يخلط بلعب بس. الله عليك جول امر يا السلطان. قايل لكم جول خلص.
كان فيني استلمه وكمل بس حالي هدف اسطوري بيجي. اوكي نايس تحريك. اه هيخلط ها. والله صراعات هذا الثاني. العب اوكي جي جي خلص. السرعات هاي مستحيل انا اعرف اتعامل معهم. حان وقت الكويكسل يا شباب. حان وقت الكويكسل. في واحد من هذول حيطير. الله اعلم مين. والله يستر. الله يستر لا يكون ميسي بس. اي حدا غير ميسي. اي حدا. وين الليو. اي حدا غير هذا. اي واحد غيره بس. الله يستر. بسم الله. بسم الله. يا رب يا رب اي حدا غير ميسي. اي اي. ما دخل اي اي بس اوكي. الله يستر. اي حدا غير ميسي. اي حدا غير ميسي بس. السلطان. الله يخرب بيته. التحدي عنه اخر شيء هو اللي رح يبلع كويكسل. اجت على السلطان يا جماعه. برا بس برا. هنعرف يشوف حاله منيح.